الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 3 مواطنين برصاص قوات إسرائيلية خاصة في مدينة نابلس. النيابة العامة الإسرائيلية تطالب بالسجن 7 سنوات إضافية على أسرى نفق الحرية 6 الذين نفذوا عملية الفرار من سجن جلبوع في أيلول سبتمبر الماضي. لجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس تصادق على سلسلة مشاريع ومخططات تهدف لربط المستوطنات الإسرائيلية بالمدينة، حيث تم رصد 1 مليار شيكل لأجلها. المتحدث باسم نقابة أطباء فلسطين رمزي أبو اليمن يقول لوكالة سند للأنباء إن اجتماعاً حاسماً لمجلس إدارة النقابة سيعقد يوم الجمعة القادم لبحث وتحديد خطوات التصعيد في الضفة الغربية في حال واصلت الحكومة تجاهل مطالب الأطباء. صحيفة ذا سن البريطانية تقول إن مارك زوكربيرغ وجه تهديداً بإغلاق كافة منصات فيسبوك وإنستغرام في أوروبا، مرجعاً ذلك إلى اللوائح الأوروبية التي تعمل على إعاقة جمع بيانات التطبيقات. نهاية الموجز، في أمان الله.